خرجت الممثلة المغربية فاطمة خير عن صمتها حول قضية مرض زوجها الممثل المغربي سعد تولي، ونشرت خير صورة تجمعها بزوجها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام. أكدت من خلالها أن كل ما يروج حول مرض زوجها هو مجرد إشاعة. وتوجهت فاطمة خير بالشكر لكل من سأل عن حالة زوجها قائلة: شكرا لكل من سأل عن حالة سعد، الحمد لله سعد يتمتع بصحة جيدة، الله يديمها عليه نعمة ويحفظه لأولاده يا رب. وأضافت قائلة: فيما يتعلق بنقصان الوزن فهذا شيء يرجع لاختياره الشخصي في ممارسة الرياضة والريجيم. وعن التقدم في السن أكدت فاطمة خير بالقول: هذا ليس استثناء، ليس هناك أشخاص يتقدمون في العمر دون غيرهم، المهم هو الاستمتاع بكل لحظات الحياة، دامت لكم السعادة ودام لكم الرضا. ويشار إلى أن هذه الأخيرة ستشارك رفقة زوجها الممثل سعد تولي والممثل سعيد باشا في عمل سينمائي جديد.